دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستورا لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الجانبين توافقا في هذا الصدد على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري واحترام القانون الدولي. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والنرويج وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل، وإن الوفيات بين المرضى في ارتفاع مع استمرار الهجوم الإسرائيلي العنيف على القطاع. هذا وتحاصر القوات الإسرائيلية المستشفيات في شمال القطاع بما في ذلك مجمع شفاء. وقال أفراد الطاقم الطبي إن المستشفيات تتمكن بالكاد من رعاية من داخلها مع وفاة 3 أطفال حديث الولادة في مستشفى الشفاء، فيما يواجه المزيد من الخطر في ظل انقطاع التيار الكهربائي وسط قتال عنيف في المنطقة المحيطة بالمستشفى. أكدت الحكومة النيوزيلندية أن 11 نيوزيلنديا غادروا غزة ودخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية النيوزيلندية أن فريقا قنصليا نيوزيلنديا استقبل الأشخاص وقدم لهم الدعم، مؤكدة أن نيوزيلندا تعمل على مدار الساعة لإخراج ما تبقى من مواطنيها ومن يحملون إقامة دائمة من غزة. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن 5 جنود أمريكيين لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري. وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في بيان أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت عقب الحادث مباشرة بمشاركة طائرات وسفن تابعة للجيش الأمريكي كانت على مقربة من موقع الحادث، مشيرة إلى أن الحادث قيد التحقيق للوقوف على أسبابه. شهدت البلدات الحدودية الجنوبية بلبنان تصعيدا عسكريا غير مسبوقة على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، حيث نفذ الجانب اللبناني عمليات قصف مكثفة لأهداف إسرائيلية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا غير مسبوق بكافة القطاعات الثلاث في الجنوب الشرقي والغربي والأوسط. واستهدف الجانب اللبناني بالأسلحة تجمعا لجنود إسرائيليين في القطاع الشرقي. وقصف الجانب اللبناني أيضا ثكن ذراعيت العسكرية الإسرائيلية بقذائف المدفعية، كما استهدف تجمعا لمشاة بالجيش الإسرائيلي في بركة ريشة بالأسلحة. ووصل القصف الإسرائيلي إلى نطاق أوسع من المناطق التي تم استهدافها على مدار الأسابيع الماضية. ورياضيا، فاز ليفربول على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، وأحرز محمد صلاح وديجو جوتا أهداف اللقاء، وليرفع ليفربول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز 11. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.